حديث خبر عاجل خبر عاجل يلا كريستينا صوايا اهلا وسهلا فيك بيسعدنا الحديث معي مرسي وانا كمان خبر عاجل نحن في بياف في البيال في بيروت شو يعني لك هذا المهرجان بيعني لي كتير اشياء. أنا بالنسبة لي كل المهرجانات هيك اللي فيها تقدير وتكريم للأشخاص اللي بيستاهلوا كتير بتعني لي، لأنه حلو إنه نكرم الأشخاص بحياتهم مش بمماتهم طبعاً. نعم نعم. فيش عمل فني أنت فيه وحابة تتكرم عليه؟ أنا ما بقدر أطلب هيدا الشيء، أكيد قمت بكتير أعمال بحياتي بمختلف المجالات، إن كان الجمالية وإن كان الفنية وإن كان التمثيل وإن كان غيرها من الأشياء. طبعاً كل إنسان بيتمنى أنه يتكرم ويتقدر، بعرف أنه عند المحبين يعني اللي بحبوني أكيد أنا بقلوبهم مكرمة ومقدرة، مش مهم بس أنه أحصل على جايزة، بهمني أكتر أكيد كون حاصلة على محبة الآخرين، وما بيمنع إذا شي نهار تكرمت أكيد رح كون كتير مبسوطة، رح كون كتير فخورة. مين بتهدئيتك؟ تقدرني وما أنا وعايشة مش بعدين، بس مرة بتذكر أنه خبر عاجل عملوا حفلة تكريمية كتير كبيرة وكرمونا وقدرونا وقدموا لنا جوائز، كانت لفتة كتير حلوة منهم. ولمين بتهدئيتك؟ اليوم تحديداً بالبياف الليلة رح أقدم الجائزة إن الله راد لزميلي بوأشرقة الشمس غسان صليبة. كانت منى طايعة لما كانت تتكرم بهذه الدورة من بياف، قالت أنا بفضل أنه يتأجل هذا التكريم لبعد عرض مسلسل أشرقة الشمس، شو رأيك بهالموضوع؟ هلا أنا برأيي أنه منى بتستاهل على طول التكريم، لأنه كتاباتها على طول عم بتكون كتابات مميزة إن كان بالدراما أو بالكوميدي، وأكيد هي من الأشخاص يلي ترفع لهم القبعة مثل ما بيقولوا شابو با، طبعا مش شي تاني مش بورت شابو شابو با، فأنا بحييها من قلبي. وصراحة نحن جواتنا كممثلين اشتغلنا بهالعمل منقدرها كتير لمنى، لأنه كتابتها كانت رائعة، نصها كتير حلو، وهذا الشيء كتير ساعدنا أنه نعطي عن جد من كل قلبنا، وفريق العمل كله كان مميز، من ممثلين من إداريين من منتجين من إخراج كل شيء. يعني برأيك صحيح انطرح اسمها بلجنة بياف لمنى طايع؟ يعني مفروض تستاهل انه مينيموم انه تكون باللجنة، او على القليلة انها تكون مقدرة من بين اللي رح يتقدم لهم جوائز، واكيد يمكن هي بتحب تنطر لانه بعد عندها اعمال كتير جاية وبلشوا تصويرهم بالمبدأ، اكيد كمان رح يتميزوا هالاعمال كتير. سؤالنا الاخير لك، شو اجمل واسوأ حدث صار معك بال 2013؟ أجمل وأسوأ حدث؟ لا أسوأ في كتير، إذا بدي بلش عدهم ما بخلص. أجمل حدث بقدر أقول من كمان الأحداث الجميلة اللي صارت معي، أني افتتحت بوتيك لإلي، يعني ضفت إذا بدك بيبي جديد على البزنسات تبعولي، على البيبيز تبعولي، غير المطعم الخاص، غير المطعم اللي هو افتتحناه بال 2012، بال 2013 فتحت بوتيك كوين سافويا اللي أنا اليوم لابسة من عندهم. من عندهم مش هالإطلالة. بعد أسألك عن إطلالتك من اهتم فيها. Thank you. إطلالتي طبعاً الفستان والأكسسوار بوتيك كوين سافويا، شعرات إلي فرح بوجه له تحية، والميك أب عزت يونس. كريستينا صوايا مرسي كتير لك لهالحديث. يعطيكم ألف عافية. الله يعافيك.